صليتهم على النبي محمد ولحمه ومشمر ومحمر، عندك وقت تقول بسم الله؟ يا الله على هدي رسول الله. يا الله يا اخوان، زوجة تقول والله مش عارف ايه، احتلت حلل محشي يا حاجة عشان ما حدش ذكر الله، والله حلتين المحشي ما كفونا يا حاجة عشان لم يذكر اسم الله. يشهد الله من باب ذكر الشيء بالشيء. والله سمعت الكلام دي بأذني، يعني زوجة شيخ الذي حفظته على يده القرآن وكانت تتجاوز 60 سنة من عمرها، وأنا كنت في المرحلة يمكن 27 و25 سنة. الشيخ صليتم على رسول الله؟ تقول يا طالعة، تقول نعم يا أم، تقول أقسم بالله وأنا بجهز لكم الأكل. كان الشيخ يأكلنا كل جمعة، كل جمعة كان يأكلنا الشيخ. صليتم على رسول الله؟ مركزش في حاجة أنت يا خالة، صليتم على رسول الله؟ الشيخ كان كل جمعة يجمع طلبة القرآن ويأكلهم، أفضل الناس وأعظم الناس وأكبر البيوت التي فيها بركة أن يدخل صاحب القرآن فيها. فكان يجمعنا الشيخ 50 60 70 100، ويقول يوم الجمعة خلاص صلوا الجمعة وجوني خلاص، وروح يفرش الأكل يا إخواني. صليتم على رسول الله؟ كله لحمة بس يا خال، لحمة بس، مش حاجة غير كده، كل واحد قدامه الطبق بتاعه، يعني ما لا يقل يمكن نص كيلو ولا كيلو ربع زي كده. فتقول يا طالعة، تقول نعم يا أم، تقول أقسم بالله وأنا بجهز لكم الأكل براجع على حلة الأكل، حلة اللحمة، الحلة الكبيرة دي يا إخواني. صليتم على رسول الله؟ براجع يا إخواني ما يقرب من 6 أجزاء قرآن. ما احنا بنراجع 6 صفحات من فيسبوك على حلة المحشي. ادي بيوتنا وادي بيوتهم. بتقول يا ابني وانا بعمل لكم البصلة وانا بقلب ولا كذا، نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذي شغال يا بيت البصلة يا بيت، كان فيها معاه واحدة بنت سعيد شغالة بالبصلة، صليتم شغالة في الملوخية، شغالة قرآن، تروح داخلة على الربع اللي بعده، الربع اللي بعده، الربع اللي بعده، تقول لي تصدق وروح اكتشف نفسي ان انا في الجزء السادس. يا الله، طعام مطبوخ بالقرآن يا ابو اسماعيل. جميل يا اخوان، كيف يكون؟ كيف يكون يا نار ابيض؟ اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا يا رب.